بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 75. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق جملة من شروط عمر على أهل الذمة. وأهل الذمة هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين عقد معهم ولي أمر المسلمين عهدا على أن يدفعوا الجزية للمسلمين ويخضعوا لحكم الإسلام ويبقوا على دينهم، لكن عمر رضي الله عنه اشترط عليهم شروطا تميز ما بينهم وبين المسلمين. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الشروط مجمع عليها بين المسلمين، لم يخالف عمر فيها أحد من المسلمين، ولولا ذلك لا ذكرها الشيخ مفصلة، لكن يكفي ذكر هذا النموذج منها والغرض من ذلك. وإن لم يكن الآن يوجد هذا النوع من العهد بين المسلمين والكفار، وهو عقد الذمة ودفع الجزية، هذا لا يوجد الآن فيما نعلم بسبب ضعف المسلمين وتعطل الجهاد، ولكن الغرض من ذلك ومن ذكر هذه الشروط هو بيان أنه يجب أن يكون هناك فرق بين المسلمين وبين غيرهم، يتميز به المسلمون عن غيرهم، ولا يتشبهون بالكفار من أهل الذمة وغيرهم. هذا هو القصد من إيراد هذا النموذج من شروط عمر رضي الله عنه، بيان أن منع تشبه المسلمين بالكفار أمر جرى به العهد وشرطه عمر رضي الله عنه في خلافته وأجمع عليه المسلمون، مما يدل على وجوب منع التشبه بالكفار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي أصناف، أي تلك الشروط. الصنف الأول ما مقصوده التمييز عن المسلمين. أراد الشيخ رحمه الله أن يجمل ما مر ذكره من شروط عمر إلى ويصنفها إلى أصناف منها. نعم، ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها. هذا النوع الأول
أو القسم الأول الذي يقصد منه بيان الفرق بين المسلمين والكفار، منع التشبه، تشبه الفريقين بالآخر ليحصل التمييز بذلك ولا يختلط الكفار بالمسلمين ويمتزج الكفار بالمسلمين بحيث لا يميز بينهم. نعم. قال: ليتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. نعم. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز بل بالتميز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. قال: وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا. نعم. وترك التشبه بهم. نعم. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. نعم، كان أمراء المسلمين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني، لأنه في وقته دخلت ممالك اليهود والنصارى في الإسلام وفتحت البلاد بما فيها من أهل الكتابين، هذا في خلافة عمر. وأما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فإنه انشغل بالإصلاح في الداخل وحارب المرتدين وثبت الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووطده وشرع في الغزو في سبيل الله، لكن مدته لم تطل رضي الله عنه. ثم جاء عمر رضي الله عنه فواصل السير وبحزم وقوة حتى فتح الله على يده المشارق والمغارب، فكان يستدعي الأمر أن عمر رضي الله عنه يعمل عملا يبين شخصية المسلمين عن غيرهم، فألزم بهذه الشروط. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، وهذا مقصود الشيخ من قوله العمران، أي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. وإن كان المشهور عند الناس أنه إذا أطلق العمران فالمراد بهم أبو بكر وعمر، سمي بالعمران من باب التغليب مثل القمران من باب التغليب للشمس والقمر، لكن المراد به هنا العمران، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم، يعني الأنصار، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. نعم. قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار. نعم. أن تجز نواصيهم، يعني النصارى، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. نعم، هذا من أفراد التميز بين المسلمين والكفار، وهو أن الكفار تجز نواصيهم، أي مقدمات رؤوسهم، من أجل أن يتميزوا عن المسلمين. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجوز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. نعم، أمروا أن من جملة ما شرط عليهم لبس الغيار في اللون، فلا تكون ثيابهم تشبه ثياب المسلمين. فإذا لم يحصل لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. نعم، المسلم لا يتشبه بهم في صبغتهم الخاصة بهم، فلا يصبغ المسلم لا يصبغ ثوبه بلون يشبه صبغة الكفار. نعم. قلت وقال: وفي هذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما نعم، ه-
هل الواجب أنهم يلزمون بالتغيير، تغيير اللون في لباسهم عن لباس المسلمين، أو أننا لا نلزمهم ولكن نحن نتميز عنهم فنغير ثيابنا عن شكل ثيابهم؟ نعم. قال: أما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. أما وجوب المغايرة من حيث الجملة هذا يقول الشيخ لا يعلم فيه خلاف، لا يعلم فيه خلافا، فهو في حكم المجمع عليه. نعم. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. نعم. أعد. قال أن عمر بن الخطاب كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة. لا تكاتبوا أهل الذمة يعني كتابات مودة بالخطابات. نعم. لأن هذا يجري المودة، أما الكتابة لهم بغير الكتابة الودادية وإنما لمصالح أو بيع وشراء أو دعوتهم إلى الله فهذا أمر مطلوب. الكتابة لهم في الدعوة إلى الله، يدعوهم إلى الله، أمر مطلوب. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام، فالكتابة لهم من أجل الدعوة هذا أمر مشروع. كذلك الكتابة لهم من أمور التجارة أو الأمور أو العقود أو استيراد البضائع أو ما أشبه ذلك فهذا أمر مباح، إنما المراد النوع الثالث، المكاتبات الودية، وهو الكتابات الودية، هذا واحد. نعم. قال: ولا تكنوهم. ولا تكنوهم تقول أبو فلان، لأن التكنية للتكريم، أكنيه إذا دعوه ليكرمه، ولا ألقبه السواء اللقب، فالكنية هي ما صدر بأب أو أم، قال بعضهم أو ابن، هذه هي التكنية وهي للتكريم، فلا يقال للكافر يا أبا فلان أو الكافرة يا أم فلان من باب التكريم. نعم. يلحق بها قول السيد فلان، هذا أشد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنه إن يكو سيدا فقد ضللتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأذلوهم ولا تظلموهم. أذلوهم ولا تظلموهم، انظر إلى العدل. نعم. أذلوهم يعني لا تكرموهم، بل تجلوهم وتقدموهم، لكن لا تظلموهم بأن تعتدوا عليهم وتقول هذا، تقولوا هذا من إذلالهم، لا، الظلم لا يجوز لا مع المسلم ولا مع الكافر ولا مع أي أحد. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا يجوز التعدي مطلقا لا على المسلم ولا على الكافر، وليس هذا من إذلاله، وإنما هذا هو الظلم الممنوع، وإنما المراد بإذلالهم يعني عدم تكريمهم. نعم. قال: ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن. نعم، زناراتهن، والزنار هو ما الحبل العريض الذي يشد على الوسط، هذا خاص بنساء أهل الذمة ليميزهن عن المسلمات، أما المسلمة فلا تلبس الحزام في وسطها مطلقة، لأن هذا مما يبين الفتنة في جسمها وتقاطيع بدنها من ناحية، ومن ناحية أخرى أن فيه التشبه بالكافرات التي يلبسن الزنار. نعم. ويرخين نواصيهن. نعم. قال: مروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن. مقدمات رؤوسهن، الشعر مقدمات الرؤوس، المسلمة تفرق شعرها وتضفره، أما الكافرة فإنها تؤمر
بسدله من أمام. والله المستعان. الآن نرى من نساء المسلمات من يفعلن هذا بما يسمى بالخنافس، فتسدل شعرها حتى تغطي عينيها أو قريبا من عينيها، هذا تشبه. وانظر إلى أن الشيطان لا يفتر عن إضلال بني آدم، فكيف أغوى نساء المسلمات بهذه الصفة؟ بما شرط عمر على نساء النصارى. نعم، لأن هذا من التشبه بالكفار، والشيطان حريص على أن المسلم يتشبه بالكفار، وقد غفل المسلمون إلا من شاء الله عن هذا. نعم. قال: ويرفعن عن سوقهن. كذلك يشمرن عن سوقهن، ولا لأن المسلمة مأمورة بإرخاء الثياب من خلفها قدر ذراع حتى تستر عقبيها. أما الكافرة فلا تفعل هذا لئلا يظن أنها مسلمة، لأنها لا تتميز. نعم. ما في انكشاف شيء من العورة؟ نعم، ليس في انكشاف شيء من عورة الكافرة. تلبس عليها شيء، إما شراب أو جوارب. نعم. حسن. قال: حتى يعرف زيهن من المسلمات. نعم، لأنها لو أنها سدلت من ورائها كالمسلمة لم يحصل التمييز. نعم. فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. إما أن يلتزمن بأحكام أهل الذمة، وإلا فإنه ينتقض عهدهن، فلا يبقى إلا أن تكون حربية، تكون كافرة حربية، إما أن تسلم وإما أن تقتل. نعم، أو تسترق. نعم. صلى الله عليكم. قال: وروى أيضا أبو شيبة الإسلام. قال: فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. طوعا أو كرها، أو يدخلنا. نعم، في الإسلام طوعا أو كرها. رغبنا في الإسلام محبة فذاك، وإلا على الأقل يتظاهرنا بالدخول في الإسلام. نعم. قال: وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال: دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب. قال: أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصارى. قال: علي بجلم. فأخذ بنواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال: لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف، ودلوا رجليكم من شق واحد. نعم، هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي جدد الإسلام في خلافته رضي الله عنه، وسار على منهج الخلفاء الراشدين، فكان عهده مكملا لعهد الخلفاء الراشدين. أما دخل عليه قوم من بني تغلب، بنو تغلب قبيلة من قبائل العرب، ولكنهم دخلوا في النصرانية، ويقال لهم نصارى بني تغلب. ومنهم الشاعر المشهور عمرو بن كلثوم صاحب القصيدة المشهورة في المعلقات. نعم. عمرو بن كلثوم تغلبي. دخلوا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بصفة لم يتميزوا بها، فظن عمر أنهم مسلمون، فقالوا: ألحقنا بالعرب. قال: ومن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب. قال: أولستم من أوسط العرب؟ ألستم من أوسط العرب؟ يعني لا تحتاجون إلى من يدخلكم في العربية أو يلحقكم بالعرب. فهم طلبوا من عمر أن يعاملهم معاملة العرب، يعني لا معاملة النصارى العجم، لا معاملة العجم. فسألهم عن دينهم فأخبروه أنهم نصارى. حينئذ نفذ فيهم شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا بالجلم وهو المقص، فقص نواصيهم واشتق من ثيابهم حزما يحتزمون بها في أوساطهم على شكل الزنار حتى يتميزوا عن المسلمين. نعم.
فعاملهم معاملة أهل الذمة. نعم. وقال لا تركبوا السروج كما سبق في شروط عمر، إنما يركبون على الأكف. نعم. وهي أصغر من السروج. نعم. ودلوا رجليكم من شق واحد كذلك لا يفرق كما سبق، فالمسلم يفرق رجليه على الدابة من الجانبين، وأما أهل الكتاب فيدلون أرجلهم من جهة واحدة حتى من رآهم يعرف أنهم أهل الكتاب. نعم. إذا هذا نص في معاملة نصارى العرب، وأن التفريق بالإسلام ما هو بالعروبة عموما. نعم. عموما في النصارى عموما، وأهل الذمة عموما من العرب ومن غيرهم. نعم. فكونهم من العرب لا يميزهم عن النصارى. نعم. وعن مجاهد أبي الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة، وهذا سبق في شروط عمر رضي الله عنه أنهم لا يضربون نواقيسهم، ليس معناه المنع من أنهم يضربون النواقيس عند حضور صلواتهم، ولكن لا يضربوها بصورة قوية بحيث تخرج أصواتها عن محيط كنائسهم، وإنما يستعملونها فيما بينهم. نعم. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب ولا عصب، وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. نعم. قال كتب أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب قباء، وهو الثوب نوع من الثياب. نعم. ولا ثوب خز أو 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 جبة. نعم. ولا ثوب خز، والخز هو الحرير، لكن ليس المراد الحرير الخالص، وإنما المراد ما فيه حرير، فالنصراني لا يلبسه، لأنه مرخص فيه للمسلم، فلا يلبس النصراني لباس المسلم. ولا نعم. عصب. ولا عصب، وهو ما صبغ بنبات يقال له العصب. نعم. وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه، يعني نفذ هو أشد التنفيذ، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد النهي عنه. اكتب فيه يعني تعميما، اكتب فيه تعميما يوزع على الناس حتى لا يخفى على أحد. نعم. وقد ذكر لي من كتاب عمر رحمه الله قال وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفرة لما دخل بنو تغلب كما في الأثر السابق. نعم. وهم معممون لأنهم عرب يلبسون لباس العرب. نعم. فعمر رضي الله عنه نزع عمائمهم لأن هذا من خواص المسلمين. نعم. قال وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفر والجماجم وتركوا التقصيص والعمر إن كان يصنع ذلك فيما قبلك. الجماجم. نعم. أو الجمم. الجمام. أين والجمم؟ قال في المطبوعة الجمم. أين واتخذوا الوفر والجمام. اتخذوا الوفر والجمام. نعم. وتركوا التقصيص لأن شعر الرأس الذي يغذى على ثلاثة أقسام، الوفرة. الوفرة ما تجمع على وفر كتمرة وتمر؟ وفر الوفرة وهي الشعر الكثيف على الرأس، ثم الجمة وهي ما كان إلى الأذنين، ثم اللمة وهي ما كان إلى المنكبين، وهذه صفة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه اتخذ اللمة، وهو أن شعر رأسه صلى الله عليه وسلم إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام. هذه صفة أهل الإسلام، فالمشركون فأهل الذمة لا يتشبهون بأهل الإسلام في شعور رؤوسهم، وإنما تجز نواصيهم ويمنعون من اتخاذ الجمة واتخاذ الوفرة واتخاذ اللمة. نعم. قال وتركوا التقصيص والعمر إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك التقصيص يعني لا يقصون رؤوسهم بل يتركونها حتى تجمم
أو يتركونها حتى تكون وفرة أو تكون لمة ولا يقصونها، وأن هذا إنما هذا خاص بالمسلمين لا يتشبه بهم أهل الكتاب. نعم. قال إن ذلك بك ضعف وعجز. نعم، الذي لا ينفذ أحكام الإسلام هذا فيه ضعف وعجز، فلا يصلح وليا للأمر. نعم. فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. هذا يدل على أن ولي الأمر لا يتساهل مع الأمراء والولاة الذين ينصبهم على الأقاليم وعلى الجهات، بل يأخذهم بالحزم، ويجب عليهم أن ينفذوا أوامر ولي الأمر ما لم تكن في معصية، لأن هذا من طاعة ولاة الأمور، لا سيما وإذا كان هذا من أحكام الشريعة فإنه يتعين العمل به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التمييز. الشيخ رحمه الله يقول: لم أكتب في هذا الكتاب كل ما روي في 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 هذا الباب من تعامل المسلمين مع أولاة أمور المسلمين مع أهل الذمة، لأنه تكفي الإشارة، ولأن في الإلمام بذلك مما يطول الكتاب. نعم. قال: وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته الخليفة العباسي. نعم، معروف. واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، قال: وعهوده في ذلك وجوابات أحمد له معروفة. المتوكل رحمه الله هو الذي نصر أهل السنة في خلافته بعد أن عذبهم وأهانهم المأمون، ومن بعده المعتصم ثم الواثق. هؤلاء أهانوا أهل السنة، وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله، ونصروا أهل البدعة، نصروا الجهمية والمعتزلة، وأرادوا أن يلزموا المسلمين بالقول بخلق القرآن، إلى أن جاء عهد المتوكل رحمه الله فرفع المحنة عن أهل السنة، وأعز الإمام أحمد، وجعل يستشيره في كثير من الأمور، فهذا من مناقبه رحمه الله. نعم. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد وغيره. استشار الإمام أحمد لأنه هو إمام أهل السنة، وغيره من أئمة أهل السنة في التعامل مع أهل الكتاب وتنفيذ شروط عمر رضي الله عنه فيهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب فضيلة الشيخ صالح ابن وزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.